حكم المدارس. ديجا اول حاجه اش قولك اليوم في سيامو علي؟ مباراه كبيره عملوها سيامو علي، معناتها الفوق ولوتا، معناتها زيتيه، معناتها الويل على كل كوره. الحقيقه معناتها يشكر عليه المردود هذا، كيف كيف معناتها اللاعبين اللي قدامهم ولا اللاعبين حتى في الهجوم، معناتها الناس الانز جوار واللاعبين اللي دخلوا كلهم كانوا معناتها اعطاوا الماكسيموم. قلت لك مباراه في مجملها تري بوزيتيف، النتيجه 0-0 تخلي معناتها حظوظنا 50-50 في مباراه الريتور. لكن الفرق اللي يمكن المدرب تو عنده اكثر وقت، الفريق الكاميروني على ماتش هذا معناتها عرفناه، اللاعبين اللي عرفناهم كيلكو با، دونك الروتور باش يكون روتور صعيب على الفريقين، واللي باش يعرف يتحكم في اعصابه ويعرف معناتها كيف يجري مباراته في الروتور، نتصور هو باش يكون الكلمه، لكن حتى انسان ما ينجم يتكهن بها مباراه الروتور نتصور. اش قالك 60,000 تاع اليوم؟ 60,000 جمهور، 3 أيام قبل العيد الناس تلوج على علوش العيد، العباد جات باش تشجع المنتخب، شنو قولك؟ أكثر حاجة معناتها نقطة يمكن مست كل واحد دخل الاستاد وقال اللي يتفرج هو الحضور الجماهيري الغفير، ومش هذاك هو معناتها الجو العام في الملعب، معناتها الناس الكل كانت يد واحدة من أول ما زفر الأربيتر لآخر مباراة، تحس معناتها الناس الكل في نفس الاتجاه. إن شاء الله معناتها تقعد ديما هذه، لأنه عندنا مدة كبيرة ما ريناش رادس معناتها في الجو هذا الحقيقة، ورينا مع تحضير جماهيري يخلي من اللاعب يعطي مش 100% 200%، ولو معناتها مباراة اليوم ما نجموش نقولوا معناتها مباراة معناتها ممتازة 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 من اللاعبين، صحيت معناتها 0-0 ناقص 0-0، لكن ما تنجمش تطلب أكثر من اللاعبين من فريق قعد معناتها 4 أيام مع بعض، دونك نجم نقولوا كان برافو. ان شاء الله معناتها لو بليز امبورتون هو الماتش الريتور، لانه تنجم تلعب مليح اليوم ولا تنجم تخسر اليوم، لكن المهم هو الترشح باش تخلي معناتها الطريق نتاعك بوزيتيف، اهم حاجه ترشح. ان شاء الله نحضر مباراتنا ان شاء الله كما يلزم ان شاء الله. عاش كريم.